لبيك اللهم لبيك، نطقها موقنا بها. مبرا درستي، مبرا درستي، الله أكبر، الله أكبر. فكانت رحلته القياسية ناجحة بامتياز. البريطاني الحاج محمد آدم، عراقي الأصل من كردستان، ينهي بنجاح رحلته من بريطانيا إلى مكة المكرمة سيرا على الأقدام. الله يسلمك، شرفتنا. أهلا وسهلا بالمملكة العربية السعودية، الله يحييك ونتشرف فيك، والله يكتب لك أجر إن شاء الله، توصل بخير وسلامة لمكة المكرمة، ربنا يتقبل منك الأعمال إن شاء الله. الرجل الخمسيني الذي أعلنها قبل عام، منذ أن بدأ يجهز عربته المحملة بالاحتياجات الضرورية أثناء سفره الطويل الطويل، أعلنها أنه لا يبحث عن أرقام قياسية، إنما هي رحلة خالصة لوجه الله. شغل نفسه بها في حفظ القرآن وأن يكون قدوة للرجال والنساء، سيما أنه ارتدى الحجاب لتشجيع النساء المسلمات في أوروبا على ارتدائه والافتخار به. منظمة بريطانية مدت له يد العون، وأكثر من 11 دولة سار من خلالها صوب مكة المكرمة. استقبله شعب كل بلد بحفاوة وفرح، وكأنه جدد فيهم الأمل بما تحمله رحلته من عنوان السلام والمحبة. الله يحيي يمن، قلبنا معك إن شاء الله. لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لك لبيك. وعبر عدد من أهالي مكة المكرمة والمعتمرين الموجودين في مسجد السيدة عائشة بالتنعيم عن فرحتهم لحظة وصول آدم الذي بدأ رحلته مشيا على الأقدام منذ 10 أشهر و25 يوما، قاصدا مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام.